السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيطة اندرويد بتقدم لكم في الفيديو ده تخطي حساب جوجل للهاتف هواوي واي 5 لايت. بعد تسجيل الشبكة بنضغط على الاعداد كجهاز جديد، نستخدم حساب جوجل بدلا من كلمة السر. الجهاز هنا بيقول لك ان هو تم عرض ضبط هذا الجهاز للمتابعة، عليك تسجيل الدخول بحساب جوجل اللي كان موجود على الجهاز قبل كده. لو ما نعرفش الحساب بيقف معاك الجهاز على كده. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعرف ازاي نخطي حساب جوجل. كالعادة في الاصدارات القديمة والهواتف القديمة بنعلم على الكلام، بنلاقي هنا كلمة مساعدة بنضغط عليها يفتح لنا على طول جوجل كروم، بس في الاصدارات الاعلى وخصوصا 8.1 و9 بنلاقي اختلاف كبير في الخطوة دي. بنضغط على علامة المسافة ضغطة مطولة، وبعدين نختار اعدادات اللغة، وبعدين إضافة لوحة مفاتيح، بعدين بنختار أي لغة من دول، وبنضغط على الثلاث نقط أعلى يسار الشاشة، وبعدين بنختار المساعدة والتعليقات. بنضغط على حول الوصول عبر مفتاح التحويل لأجهزة الأندرويد. كالعادة برضو في الإصدارات القديمة المفروض نضغط على الفيديو، وبعدين نضغط على رابط الفيديو فوق أو اسم الفيديو فوق يفتح لنا اليوتيوب، بس الوضع هنا برضو مختلف، بيفتح لنا يوتيوب جو اللي مفهوش الثغرة علشان نوصل لجوجل كروم. الثغرة برضو هنا مقفولة، المفروض إن أنت تضغط مشاركة برضو يفتح لك يوتيوب جو، والثغرة مش موجودة للأسف. بتضغط فوق اعلى يسار الشاشة جنب الثلاث نقط على علامة المشاركة، وبعدين ضغطة مطولة على الرسائل، بعدين بنختار معلومات عن التطبيق، بننزل تحت شوية بنختار تطبيق الاس ام اس، بعدين روابط الفتح، بننزل تحت شوية، وبعدين بنختار اليوتيوب جو، وبعدين بندوس على شعار اليوتيوب جو فوق، بعدين بنختار اشعارات التطبيق، الاعدادات الاضافيه في التطبيق تحت خالص، بننزل تحت خالص ونضغط على اللمحه عامه، وبعدين احكام خدمه اليوتيوب. هيفتح لنا جوجل كروم، بنضغط القبول والمتابعه، تالي اللي شكرا، بنكتب فوق مكان عنوان الويب VNROM. بنضغط على أول نتيجة بحث، بيفتح لنا الموقع اللي فيه التطبيقات اللي هنقدر من خلالها إن احنا نفتح التليفون. بنختار VRB VNROM، بعدين نضغط على المتابعة، سماح، تنزيل، موافق، وبعدين بنختار ملف السيتنج APK، موافق. بنضغط على الثلاث نقط اعلى يسار الشاشة، وبعدين بنختار التنزيلات، بنستنى لحد ما التنزيل يحمل. اول ملف هنثبته هو ال FRB VNROM، نضغط على الاعدادات، وبعدين بنفعل السماح بتثبيت التطبيقات من هذا المصدر. بنرجع خطوة للخلف، التالي، تثبيت، تم، بعدين بنثبت ملف السيتنج APK، تثبيت، فتح. أول حاجة بنروح للحماية والمواقع، وبعدين بننزل تحت شوية لتطبيقات مشرف الجهاز، بنلغي تفعيل العثور على جهازي، وبعدين بنفعل مدير جهاز اندرويد زي ما احنا شايفين في الفيديو. بنرجع خطوتين للاعدادات، وبعدين بنخش على التطبيقات، عرض كل التطبيقات،
وبعدين بندور على خدمات جوجل بلاي، بنضغط عليها ونعمل لها تعطيل، بنرجع خطوة للخلف وبعدين بندور على جوجل كروم بنعمل له تعطيل، بنرجع تاني للإعدادات، بنخش على المستخدمون والحسابات، إضافة حساب، بعدين بنختار جوجل، بنكتب بريد إلكتروني موجود أو بنعمل بريد إلكتروني لحساب جوجل على أي موقع أو أي كمبيوتر أو أي جهاز تاني، وبعدين بنسجل دخول على الجهاز ده زي ما احنا شايفين قدامنا. موافق. هيظهر لنا الشاشة ديت، هنتخطاها خالص، نرجع للتطبيقات وبعدين نفعل جوجل كروم وخدمات جوجل بلاي اللي احنا عطلناها من شوية عن طريق عرض كل التطبيقات، وبعدين نختار الاختيار ده ونختار التطبيقات المعطلة، نضغط على خدمات جوجل بلاي ونعمل لها تمكين، ونرجع خطوة ونضغط على جوجل كروم ونعمل له تمكين. مش هتلاقي أي تطبيقات معطلة خالص على الجهاز. في الحالة دي بنضغط على زرار البار ونعمل إعادة تشغيل للجهاز. الجهاز هيفتح بالمنظر ده، بنضغط تخطي وبعدين بنضغط تخطي، بعدين بنضغط متابعة، تخطي تخطي، نضغط قبول، الحمد لله تم فتح الجهاز بنجاح. يفضل انك تعمل اعادة ضبط المصنع من خلال الاعدادات علشان تمسح اي ملفات احنا نزلناها. طريقة من جوه الاعدادات ما بتطلبش منك حساب جوجل نهائي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اي استفسار اي مشكلة طرق التواصل اسفل الفيديو.